تكريما لكوكبة متميزة من أبناء الكويت المخلصين ممن وهبوا حياتهم لخدمة الكويت، وكانت لهم بصمات واضحة في رفعتها وتقدمها. أقيم حفل وقفة وفاء للسنة الثالثة على التوالي. العام الماضي شخصيات مهمة، والسنة شخصيات مهمة، ونبي التاريخ الجميل إن شاء الله يتصل في المستقبل الجميل. وهذول الجماعة وغيرهم راح يجون يذكرونكم بأن لابد أن تكونوا أحسن من أمس، لأن العالم اللي جاي والاتجاه اللي احنا رايحين فيه اتجاه تنافسي ومهم. علينا أن نتعظ من إخواننا اللي راح نتكرمهم شنو مساهمتهم العظيمة في تاريخنا الحاضر. التكريم يعكس الإيمان الراسخ بأهمية الدور المجتمعي لجمعيات النفع العام وأهمية وجودها في عملية التنمية من خلال أبناء الكويت المخلصين الذين خدموا الوطن بإخلاص وساهموا في رقيه ونهضته. الكويت لها حق علينا، المجتمع لا حق علينا. بالستينات والسبعينات وأنا عشت هذا الجيل وشفته، لابد أن ترجع هذه الأيام الجميلة، لابد أن نكون خير شريك لحكومتنا في زرع الإيجابية في المرحلة القادمة. لن تكون رؤية 2035 إلا بالشريك الأساسي. رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحرص سنوياً على تنظيم مثل هذه الاحتفالات، إيماناً منها بضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة الصحيحة في نفوس جيل الشباب الصاعد. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.